تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صلينا وعينا من الله خير. يا جماعة أنا ما أدري وين حنا رايحين بالزبط، بعد دبي والترانزيت هذا ما أدري وين نبي نروح. قمت ألخبط بين كازاخستان وأوزباكستان وقرقستان، ما نبي نروح لوحدة منها، وإن شاء الله أنكم يعني تستانسون معنا. أنا ماني بقايل لكم إني متحدث، أنا أدري أنكم في جوجل تقدرون تدخلون على أي شيء وتجيبونه، لكن ربما نصادف ذائقتكم الجميلة. لا نقول وداعا والقادم أجمل بإذن الله. إنها شمس حارقة كذا الإتيكيت عشان يقولون ما شاء الله على هذا مشهور. صح ما هم مشهور. وين يا كايد يا أبو فارس؟ وين الشيخ اللي حاسب على السيارات هذه؟ ناخذين ثلاث فانات يا غالي. لا تحرجني غازي. وين اخوك هذا؟ عدلك مع غازي. والله ما في شيخ انت، والله ما يحاسب الا والله العظيم. والله العظيم ركبهم الله يجعلها ما تنفعهم. ركبهم 13 هو ماتش هو ماتش ابليس هذه ترى. والله العظيم لا لا، فالباصات والمويه والكابتشينو ابا اشد 300 تطلب 6 قيمه تيس تطلب. لا ما توصل الكلام هذا والله صحيح. على الحرم لو ادري انك تشذ اني ما تزحل فيها انا والله تندم. انا علمتك استحبها بس والله ما عاد ركبوا عماني بطونهم كبار وركبوا بعد صعوبه صعبه النزول يا بدر، لكن خلي بشي. كفو حاسب يلا تعال. هو ماتش ابليس هو ماتش 3 فان جيمس هذا كاهو 2 ديسكاونت. سوي ابليس ديسكاونت. احد حاسب غيري بقي شيء خلنت الشيوخ هذوليك. طيب ارفع صوتك عشان عماني يسمعون. سوري تكفى. والله ما في شيء خلنت يا ابو غازي. والله الطلاق ما يحسب لك. وش تابع والله ما يعني سياره مشوار السياره ما في ما وش تابع اجيب لك الف دبي كله ولا وش تابع؟ انت ما يملع عينك شيء هين يا عمي. ايوه حاسب يا عمي. اهم شيء انت عم ربيع تشوف عشان تصنع لي المحتوى. جزاك الله خير يا ابوي. يلا الله يطعني يا عمي ربيع. انت صانع المحتوى، انت ملك المحتوى. واي شيء تبغى انا حاسب فيه بس نادني. قلت تعال يا ابني يا مخلد وانا اجي. المحتوى ايش تبغى المحتوى؟ ثانك يو عمي. يا اخي انت شيخ امير. انت احسن واحد في ذوي غانم واحسن واحد في عيال مريزيقه. الباقيين ما عمي سعيد وعمي سعود ما ادري علاقه. يلا مش انا فبال الله. الحمد لله على السلامه. سلام. ان شاء الله نورت. والله نورت ديادتنا الحبيبه هذه. يا ابو حشر ان شاء الله. انا اول مره اشوف دبي بهالحزن يا اخي. والله ان شوارع هنا تبكي. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. اي والله احد زعماء العرب. اي والله رحمه الله عليه. الخليفه بن زايد رحمه الله عليه. اي والله نبي نروح يا ابو حشر لدبي مول تغدى ونعيم من الله خير. وانسان تبي مساج ولا شيء؟ لا 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 بس اذبح عندنا. لا 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 كذاب. فاميلي تبغى نطلب غازي ولا تطلب؟ لا يرحم امك لا تطلب ولا تتدخل. انا اطلب فادي. جرب يلا اطلب. كيف؟ واحد تكة مسالة، واحد فاميلي، اثنين بيبسي. فاميلي هذا عائلة يا فلورينا. انت تدري والله انا قايلها الحين اني سامعين قال فاميلي. والله اني سامع فاميلي يعني حجم كبير. انت إيه. بحجم عائلي ولا صغير؟ طيب عطنا فاميلي. احنا جمعاني كم ذولي؟ ثلاثة. هذول ثلاثة نطوح. اطلب فاميلي. كم تبغى انت؟ فاميلي واحد ولا فاميليين؟ فاميلي ويش؟ لا بندر نو بروبلم. فاميلي يعني عائلة. بتصاحي. اطلب والله ولا عطني. طيب قفل هات اوريك واحد كيف يطلب. هات شوف هذا بعدين يقلب هنا. لا. ينقي كذا شختك بك. هذا عاد انت وحظك تشبع تجوع.